اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات المزيكا بالذكاء الاصطناعي. دلوقتي شغالين على موقع اللي هو اسمه باند لاب، اللي هو استوديو كامل اونلاين وتقدر تعمل بيه توزيعه كامله. فهنشوف كده ممكن نتعلم ايه النهارده. هنتعلم بقى الانسترومنت تراك. الانسترومنت تراك ان هو انت هتوصل الميدي كيبورد بتاعك وتبتدي تشتغل. فهندوس على الانسترومنت تراك دي كده، اول ما بفتحها بلاقي البيانو ده موجود كده، والبيانو ده موجود هتلاقي مثلا حروف زي كده، حرف الزد، حرف الاكس، السي، يعني لو عايز تعزف بالكيبورد بتاع الكمبيوتر لو انت ما عندكش كمان ميدي كيبورد، فدي حاجه برضو ظريفه وهتسهل عليك. طيب لو عندك ميدي كيبورد وعايز توصله، هتوصله ازاي وتعرفه ازاي وكده؟ وصل وهو بيتعرف لوحده وكله تمام، فانت مش محتاج تعمل اي حاجه. فدي برضو من مزايا الذكاء الاصطناعي، ان هو بيتعرف على الكيبورد بتاعك ايا كان نوعه وبيظبط الدنيا ويشغل على طول. فانا يا دوب وصلت الميدي كيبورد بتاعي وهو خلاص تعرف اهو. ناقص ان انت بس تعزف. وهنا بنيجي بقى بنشغل المترونوم بتاعنا طبعا عشان هنعزف حاجة. وهنا التيمبو بتاعي 120، تقدر تغيره زي ما انت عايز. وخلاص نبتدي نجرب اي حاجة كده. انا مثلا عزفت الحته دي وقصدت ان في يبقى في فروقات في الزمن، عشان هوريكم حاجه مهمه جدا كمان اسمها الكوانتايز. فمثلا انا عزفت ولقيت مثلا الصوت بيأخر شويه، غلطت في التكنيك، ايا كان اللي بيحصل. فبتيجي هنا على بعد ما تعزف تروح عامل رايت كليك، جايب اخر واحده اسمها كوانتايز، وتقول له كوانتايز مثلا 1.16 او 1.8 حسب العزف بتاعك. يعني ده الكوانتايز ده وظيفته ايه؟ ان هو بيظبط لي الزمن اللي انا عزفته على الموازير بحيث ان يبقى الزمن بتاعها مظبوط جدا. وفي حاجه كمان اسمها ميدي دي اديتنج، ان انت لو دوست على دي دبل كليك بيجيب لك كل اللي انت عزفته، وممكن تكون مثلا صباعك خبط في نوته مش صح ولا اي حاجه، تخش تعدلها من هنا. هنشوف الكوانتايز ده دلوقتي لما هعالجه هيعمل لي ايه. اهو كده واروح جايب مثلا 1.16، هنلاقي ان النوتس فرقت سنه صغيره، يعني مثلا دخلت في مكانها الطبيعي. هنا في واحدة مثلا طلعت غلط، فممكن اغير الكوانتايز، ممكن اخليه مثلا 1.8 بدل 1.16، يمكن يكون مظبوط عن كده اكتر. اهو ظبطت الحتة دي. نسمع مرة كمان. كده مظبوط خلاص. فهنا طبعا بقدر اقفل اللوب دي بتاعتي. مثلا انا عزفت لحد مزورة رقم 9، ولو عايز مثلا اكرر ده ممكن اخد منها كوبي كنترول سي، واجي هنا كده اروح اعمل كنترول في، يبقى انا كده هكرر اللوب دي معايا مرتين او اكتر. وممكن تسمي طبعا التراك لو دوست عليه دبل كليك، ممكن تسميه اي حاجة. يبقى ده مثلا هنسميه بيانو، وبعدين نختار مثلا اي صوت تاني نبتدي بقى نركب الاصوات على بعض. يعني مثلا ممكن اعمل اد تراك، نفس الكلام فيرتشوال انسترومنت برضو، وافتح هنا بقى الانسترومنتس كلها اللي عندي. تقدر تختار زي ما انت عايز، وهما كده كده متقسمين هنا كاتيجوريز، يعني تقدر تختار اللي انت عايزه. ممكن اختار بيز مثلا، اهو اخترت بيز مثلا، اهو ممكن اسمع صوته الاول اشوف هو ده نوع البيز اللي عاجبني ولا لا. مثلا هو هنختار ده كده، خلاص الصوت التاني بيتحول معايا لبيز. بس نلعب بقى ايه يعني كويس بالنسبة لي. يلا نسجل برضو نفس الكلام. سجلت جزء اهو، برضو هعمل له كوانتايز نفس الطريقة بالظبط 1.8، وخلاص ممكن برضو اكررها مرتين. بقى كده معانا جملتين، يبقى كده عندك جملة بيز وعندك جملة بيانو. وتبتدي تفكر بقى انت محتاج ايه في اغنيتك وعايز تعمل ايه وتظبط بقى. طيب تعالوا نحط درامز كده معاهم نشوف الدنيا عامله ايه. ناخد حاجه من الدرام ماشين مثلا ونشوف الدرام ماشين ده عامل ايه. ممكن تاخد حاجه جاهزه طبعا زي ما هي، او تقلب بقى زي ما انت عايز. طب مثلا وليكن خدنا دي عجبتنا جاهزه واللوب بتاعتنا وكل حاجه، نسمع على طول.
طبعا تقدر تتحكم في انك تعلي وتوطي الاصوات، يعني بري ميكس كده حاجه بسيطه من هنا بس كده، تقدر توطي مثلا صوت البيز عالي شويه، صوت الدرامز عالي شويه، مش عارف ايه الحاجات دي كلها، بحيث ان برضو الماستر تراك ما ينورش معاك احمر قوي كده عشان ما يبقاش صوت بايظ قوي من هنا كده. طيب افرض عملت اللي انت عملته ده والدنيا جميلة وعجباك، بس لقيت التيمبو مش مناسب، السرعة مش مناسبة، تقدر تغير من هنا السرعة، يعني مثلا انا كنت شغال 120، لا انا عايز اخليها مثلا 90، ونشوف الصوت هيبقى عامل ازاي، هاي الحاجات دي هتتأثر وهتتغير ولا لا، نشوف كده. بتلاقي الأغنية كلها اتحولت للتيمبو الجديد. طبعا المترونوم ده عمال يعني يخبط معانا، ممكن نشيله، نسمع الأغنية كده من غير مترونوم عاملة إيه. كويس، بتبتدي بقى تجيلك الفكرة هنا، عايز تبني بقى التوزيع، مثلا محتاج جيتارات، فتروح مزود مثلا شوية جيتارات من هنا، نفس الفكرة، تفتح تشوف الجيتارات فين، مثلا هنا أهو الجيتارز، هتلاقي الجيتارات كلها بأنواعها، فمثلا عايزين أكوستيك جيتار، أهو اخترنا أكوستيك جيتار، نشوف صوته هيبقى عامل إزاي. مثلا هنلعب الجملة دي نجرب كده، طبعا لما نيجي نسجل لازم بقى نشغل مترونوم عشان يظبط معانا. انا كده سجلت جيتار، برضو نعمل له كوانتايز، هي الفكرة انك تبتدي بقى ايه تسمع اصوات متفرقة عن بعض. هنا الجيتار طبعا انا كنت بعمل حركة فيه بتجري شوية كده، فمش هينفع معاه 1/8، نجرب 1/16، نسمع كده ونشوف الدنيا وصلت لايه. ممكن تعمل ميوت لأي واحد فيهم عشان ما تسمعوش. انا كده خفيت الدرامز كده، البيانو صوته عالي قوي. بتبتدي بقى تبني التوزيعة بتاعتك على كده اهو، يعني مثلا هنا محتاجين نكرر الدرامز ده تاني، ممكن نكرره هنا، هنا محتاجين نكرر مثلا الجيتار ده تاني. طبعا حاول تسمي التراكات، هنا ممكن نزود تراك تاني، مثلا ممكن يكون بادز او سترينجز او اي حاجة من الحاجات اللي هي ايه تدي يعني ارضية كده. ونشوف مثلا في البادز دي، طبعا لما بتجرب الاصوات بتلاقي الموضوع احسن من كده. ماشي نجرب الصوت ده، ماشي نجربه، نشغل مترونوم بقى ونجرب برضه. برضه نفس الكلام، خلاص هنعمل كوانتايز، يبقى لازم بعد ما كل ما اسجل كل حاجة ابتدي اعمل كوانتايز اهو، واقفل على اللوب دي تبقى كده. طبعا لو عايز تكررها بتكررها بعد كده زي ما انت عايز. فبقى دلوقتي عندنا 5 تراكات اهم، عملوا لي يعني توزيعة بسيطة كده ديمو، فدي الميزة الناس اللي بتعمل ديموهات. طبعا لو عايز اسجل بقى صوتي بعد كل ده اروح مسجل اوديو تراك وخلاص، فانت بقيت عندك الديموهات بتاعتك لو بتحب تسمع ديموهات، او الناس اللي بتحب تغني مثلا الاغاني الراب والبيتس الهيب هوب والحاجات، يعني تحط جملة درامز من الحاجات اللي موجودة وبيز لاين وبتاع، وتبتدي تقول عليه زي ما انت عايز، وتختار التيمبو المناسب طبعا وكده. فخلاص كده معانا يعني توزيعة مبدئية. وهنا طبعا لو عايز اغير التيمبو في اي وقت الكلام ده كله بيمشي عليه، وينفع اغير الانسترومنتس كمان بعد ما اسجل، يعني مثلا انا حسيت دلوقتي مثلا ان البيانو ده صوته مش مناسب، فممكن اجيب على البيانو واغير صوت البيانو زي ما انا عايز
هيتغير معايا برضو في الحاجات. صوت البيس ده حسيته ان انا عايز صوت بيس تاني، الدرامز ده عايز درامز تاني، اي حاجة يعني قابلة للتغيير. فمثلا لو غيرنا الدرامز ده بدرامز تاني مثلا هيب هوب مثلا، ده نشوف هيبقى صوته عامل ازاي. هنا كده غيرت الدرامز ما طلعش حلو، نشوف حاجة غيره، نشوف حاجة تانية. فبس انت وخيالك بقى وانت ومعرفتك بالمزيكا برضه، يعني هو مش بنقعد نركب اصوات فوق بعض وخلاص، لا يعني هو مثلا المزيكا اللاتين ليها كيتس معينه وليها انواع درامزات معينه وليها جيتارات معينه، الروك ليه ستايل تاني مش عارف ايه كده. يعني مثلا لما تيجي تلعب مزيكا روك لو انت عندك ريفرنس بقى بتشتغل منه، هتلاقي ان انت لازم تستخدم الكتريك جيتار واكوستيك جيتار وشويه حاجات ودرامز والكلام ده. هتلاقي مثلا لما بتيجي تلعب هاوس ميوزك لازم تستخدم حاجات الكترونكس وحاجات كتيره. فبرضه علمك بانواع المزيكا مهم في نوع التوزيع اللي انت هتعمله. او بنشتغل بحاجه اسمها ريفرنس تراك، انك تجيب تراك معين وتشوف الالات اللي هو مستخدمها ايه وتحاول تستخدم زيها. فدي برضو حاجه مهمه جدا في التوزيع. فاتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو مبسوطين من الكورس ده والمزيكا بالذكاء الاصطناعي سبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. ويعني ان شاء الله اكون بقدم كورس يعني ينفعكم ويعني يساعدكم في حاجات كتيره، واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده. شكرا.